مشاهدينا، وتنضم إلينا من غزة مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل. يعني ضعينا أكثر في تفاصيل هذا القصف وما إذا كان خلف خسائر بشرية. نعم، إذا كما توقعنا هي لحظات وأوقات سوف تكون صعبة بالفعل. يعني جاء هذا القصف مفاجئا لشقة سكنية في عمارة مكورة من عدد من الطوابق. عمليا هذه العمارة تشهد كثافة سكانية يعني حتى اللحظة وفقا للمصادر الإسعاف الأولي وأيضا شهود العيان، حتى اللحظة تم انتشال ثلاث جثامين بالإضافة إلى عدد لم يتم تحديده من الإصابات. المشهد الذي يعكس هذا القصف يعني من الممكن وبسهولة أن يعني يجعلنا نستنتج أنه لابد أن هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء هذا الاستهداف الذي لم يعني يسبقه أي تحذير، لم يسبقه أي تصريحات أو تفاصيل أو ما إلى ذلك. وبالتالي على ما يبدو أيضا بأنه العمارة فيها كثافة سكانية عالية، وكما نعلم بأنه عادة أهالي قطاع غزة إن كان من يعيشون بالقرب من المواقع التابعة الفلسطينية أو حتى من يعيشون بالقرب من الحدود أو الأماكن التي يتم التوقع بأنها قد تكون مستهدفة يخلون منازلهم ويذهبون إلى أقربائهم، وبالتالي أي شقة سكنية في عمارة سكنية من الممكن أن يعتقد بأنها قد تكون أكثر أمانا من هذه المناطق الحدودية. الأمر الذي يعني جرى كثيرا ولم نتمنى أن يتكرر مرة أخرى في الكثير من الأحيان، بأنه هذه العمارات السكنية تكون أكثر ربما فيها عدد أكبر من السكان العادي، والأمر الذي قد ينذر ربما بالمزيد من المجازر. هذا من جهة. أيضا هناك استهداف آخر في لمنزل في شمال قطاع غزة، وهذا المنزل تم استهدافه للمرة الثانية. على ما يبدو بأنه يعني تنوي إسرائيل أو تنوي طائرات الاحتلال الإسرائيلية أن تنسفه بالكامل، ولكن بشكل تدريجي. الآن هناك حديث مبدئي عن عملية اغتيال، بأنه هذا القصف نتيجة أو جاء كعملية اغتيال، ولكن ننتظر تأكيد الخبر من مصادره طبعا. نعم نعم. طيب منى، يعني ضعينا أكثر في تفصيلات استهداف القصف الإسرائيلي للمنشآت الخدمية والبنى التحتية والممتلكات وأثر ذلك على حياة المدنيين الفلسطينيين. يعني حتى اللحظة ربما نحن نتحدث عن أكثر من 20 أو إلى 25 منزلا تم هدمهم بشكل كامل واستهدافهم بشكل كامل، منازل غير صالحة للسكن خلال 4 أيام. أكثر من 25 منزلا هو رقم كبير، هذا بالإضافة إلى المنازل التي تضررت بشكل جزئي، هذا إلى جانب أيضا الطرقات، إلى جانب خطوط الكهرباء التي تضررت. والآن هناك مناطق واسعة من قطاع غزة لا تصلها أو لا يصلها التيار الكهربائي منذ استهداف مثلا المنطقة التي يعني توجد بها شركة الكهرباء، استهداف مخيفها تحديدا، الأمر الذي أدى إلى تعطل في شبكات الكهرباء. كل منطقة يتم استهدافها إن كانت أرض زراعية أو منزل أو ما إلى ذلك يتم تعطيل خطوط الكهرباء. أيضا طبعا في ظل هذه الأزمة نتحدث ليس فقط عن الكهرباء، نتحدث عن الكهرباء ونتحدث عن وصول الماء والكثير. إذا يعني البنية التحتية إذا أردنا أن نتحدث عن يعني خسائر مادية، هناك خسائر مادية كبيرة جدا من الممكن أن تكون طبعا أكثر من ذلك إذا ما استمر هذا العدوان، عدا عن أنه العمارة التي يتم قصفها، يعني كان عمارة التي تم قصفها قبل قليل إذا استهدفت بها فيها شقة، هذا يعني بأنها العمارة كلها أصبحت غير صالحة للسكن ولا يمكن إعادة تأهيلها، الأمر الذي يؤدي بالطواقم إلى يعني اضطرارهم لإنذارها بالكامل وهدمها بالكامل وإعادة بنائها من جديد. نعم، منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، شكرا جزيلا لك. نعم، هل أنت معنا؟ هل ما زلت معنا منى؟ معك.
نعم، طيب اطلعينا على آخر التحديثات بالنسبة لأرقام الضحايا من الشهداء والمصابين الفلسطينيين منذ بداية التصعيد الإسرائيلي الأخير وحتى الآن. نعم، يعني بشكل رسمي تصريحات وزارة الصحة كانت في آخرها تشير إلى 30 شهيدا، حوالي 93 إصابة آخر بيان لوزارة الصحة، ولكن الآن مع تزايد هذا العدوان وأيضا يعني ربما سقوط المزيد من الشهداء، الإحصائية الأخيرة لوزارة الصحة هي 31 جرحى، هذه دون الاستهدافات الأخيرة، بمعنى أنه نحن الآن أمام تصريح جديد لوزارة الصحة سيؤكد لنا عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال هذه الساعة، وخصوصا أنه يعني طواقم تؤكد بأنه تم انتشال أكثر من جثمان واحد عبارة عن أشلاء، ما يعني بأنه بالتأكيد هناك عدد من الشهداء والعدد الإصابات بطبيعة الحال كبير، ما يعني أنه نحن أمام يعني ربما أزمة جديدة. الآن وزارة التنمية الاجتماعية أفضل يعني بيانا مضطربا تحدثت به عن أنه هناك 94 أسرة تضررت معيشيا جراء القصف، وهذا طبعا جاء يعني جاء هذا الخبر بالوقت الذي كنت قد سألتني فيه عن حجم الأضرار وما إلى ذلك، يعني 94 أسرة، هذا يعني بأنه هناك 94 أسرة دمرت منازلها أو تضررت منازلها أو اضطرت نعم ترك منازلها التي أصبحت غير قابلة للسكن. نعم، منى عوكل كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.